الرئيس السيسي يوجه بسداد 20 مليار جنيه متأخرات ومستحقات متراكمة لصالح المصدرين. الأمين العام للأمم المتحدة ينتقد فشل المجتمع الدولي في التنسيق لمواجهة كورونا. ترامب يوقع قانونا جديدا للرعاية الصحية ويؤكد قرب إنتاج لقاحات كورونا. الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت جرينتش، موجز إخباري جديد، مرحبا بكم. وفي البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. احمي أهلك، احمي بلدك. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ونائب وزير المالية، وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال شهري يوليو وأغسطس 2020 وإجراءات الدولة لتلبية الاحتياجات المالية للقطاعات المختلفة في إطار التعامل مع تداعيات فيروس كورونا. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسداد النقدي للمتأخرات والمستحقات المتراكمة لصالح المصدرين لدى صندوق دعم وتنمية الصادرات والبالغة حوالي 20 مليار جنيه، وذلك ترسيخا لجهود الدولة في مساندة وتوفير سيولة إضافية لقطاعي الصناعة والتصدير. أعلن حزب مستقبل وطن تحمله قيمة مقابل التصالح مع الدولة في مخالفات البناء لألف حالة مخالفة بكل محافظة من حالات محدود الدخل، ليصل الإجمالي لسبعة وعشرين ألف حالة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤسسات الدولة بشأن ضرورة التخفيف عن كاهل المواطنين. ونوه الحزب بأنه بدأ بالفعل في حصر الحالات المستحقة على مستوى محافظات الجمهورية لإنهاء تقنين أوضاعهم قبل انتهاء المهلة القانونية التي حددها رئيس الوزراء بهذا الشأن. ودعا الحزب كافة المؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال الوطنيين إلى تفعيل دورهم المجتمعي في هذا الشأن وتحمل مسؤوليته نحو دعم المواطن المصري تحت رعاية رئيس الجمهورية. أكد مجلس إدارة النادي الأهلي اعتزازه بدور جماهيره كقوة داعمة له، وناشدها الحرص الدائم والالتزام بالروح الرياضية واحترام المنافس، ودعم جهود الدولة والتعاون مع مؤسساتها الوطنية التي لا تدخر جهدا من أجل المصلحة العليا للبلاد. وأكد مجلس الأهلي في بيان له على أن هذه الجماهير الواعية لا تلتفت للإشاعات الزائفة والدعوات الهدامة، ولن تقبل بالمزايدة على حبها لناديها ومساندة بلادها التي تحتاج إلى التكاتف الجميع. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يخشى الأسوأ إذا تعاملت الدول مع أزمة المناخ بنفس حالة التفكك والفوضى التي تعاملت بها مع أزمة فيروس كورونا. وأضاف غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة الحوكمة العالمية بعد كورونا إن الفيروس خرج عن السيطرة بسبب نقص الاستعداد والتعاون والتضامن العالمي، مضيفا أن العالم أخفق في هذا الاختبار. وقد شهدت الجلسة اتهامات متبادلة بين الصين وروسيا من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى بشأن غياب التنسيق العالمي للتعامل مع جائحة كورونا. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون جديد للرعاية الصحية يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين. وأعلن ترامب خلال زيارته ولاية كارولينا الشمالية المتأرجحة التقدم في ملف إنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم إنتاج هذه اللقاحات بكميات كبيرة وسيتم تسليمها خلال 24 ساعة بعد التأكد من فعاليتها حتى يتم القضاء على الفيروس تماما وترتفع معدلات الاقتصاد الأمريكي إلى مستويات قياسية. وفي النهاية نحيط علم السادة المشاهدين بأن التردد الجديد لقناة إكسترا نيوز 11785. دمتم في أمان الله.